أخيرا كده لاحظت في أسئلة أصدقائنا سواء على الانستجرام أو الفيسبوك يعني موضوع معين كده بيشغل بالهم، إيه العمل وإيه السبب وإيه الحل مع الرجل اللي هيكون خلاص يعني هنتجوز أو وعد بالزواج أو وعد بالخطوبة أو وعد بالارتباط الرسمي وبعد فترة يبتعد وينهي كل شيء، إيه اللي بيحصل خاصة لو أنا كأنثى مرتبطة بيه ما قصرتش في أي حاجة وانا زي ما انا اللي حبني في الاول كده نفس الشخصية والتصرفات واللي وعدني بالجواز بناء على كده وانا برضو نفس الشخصية اللي سابها وابتعد عنها، انا متأكدة وانا كمان متأكد ان انت ممكن تكوني ما غلطتيش او على الاقل ما انت شايفة نفسك غلطانة. هو ده بقى موضوع حلقتنا، ولكن خلوني سريعا كده ارحب بيكم وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه وتعالوا بينا نبتدي، وكل ما ناخد سبب احنا هنقول الاسباب بقى في حلقة النهاردة، السبب اللي بعده هيكون اقوى منه وركزي معايا. اول حاجة ان انت جبت اللي عندك كله دفعة واحدة، اول ما حسيت ان انت حبيت بجد وان الشخص ده خلاص هيرتبط بيكي والموضوع خلاص اخد طريق الجد، فجيت جايبة كل اللي عندك وكشفة كل اوراقك دفعة واحدة. وانا قلت قبل كده في الحلقة اللي فاتت الاوضة طول ما هي مقفولة عايزين ندخل جواها، دخلنا خلاص بقى عايزين نخرج، لا لازم يكون عندك شوية تقل في النص كده، لازم يكون عندك شوية تحكم في النص كده، مرة كده تبقي لطيفة ومرة تبقي ناشفة عليه وعلى اللي خلفوه، مطلوب من حين الى حين يعني كده، مرة مبهورة قوي بالكلام الحلو اللي بيقوله لك وبالاهتمام، ومرة يعني الموضوع عندك عادي عادي مش الانبهار اللي هو مستنيه او حاولي تتحكمي في نفسك. في نساء بقى ما بتعملش كده، في نساء حبت خلاص بقى الحب الحب واللف اللف والقلب القلب وكل حاجة، والدلقة ما بين قوسين هنترجم كل ده في الدلقة اللي انا برضو نبهت ليها الحلقة الماضية، ولكن ده يعتبر سبب أولي، ده في كوارث لسه هتلاقي نفسك ما بتاخديش بالك منها وبتكون سبب قوي قوي إن الراجل مش عايز يعرفك تاني، تخيلي مش يبتعد بس. تاني حاجة ان انت شخصية روتينية قوي مملة قوي ما بتحبش التجديد، يعني هو الشخص اللي مرتبط بيكي قالك انا بحب قصة معينة، بحب لون معين في اللبس، بحب حاجة معينة، فانت مش حابة ان انت تطوري من نفسك او ان انت تغيري من نفسك او ان انت تجددي من نفسك، فاصبح شكل نفس الشكل بيشوفه كل يوم، نفس الطريقة بيتعامل معاه، نفس الستايل، هو في حاجات تانية كده بتعجبه ما تجربيها له مرة، ما توريها له مرة، ما هو انتوا الاتنين اسمه شريك حياتك، انتوا الاتنين تعتبروا واحد، هو ده مصطلح شريك الحياة، فخلي بالك من حتة الروتين دي. وانا قلت برضو قبل كده لو انت شخصية تقيلة قوي وعاقلة قوي خدي لك مرة تجنني في النص كده، ولو انت يعني مجنونة قوي وضحك وهزار 24 ساعة خدي لك مرة في النص كده حتة مطلوبة قوي وبتكسر الروتين قوي، ويا ريت ندوس لايك الحلقة دي مفيدة قوي وشيروا على قد ما تقدروا خاصة أصدقائنا اللي على الفيسبوك عشان توصل النصيحة لكل بنت أو أنثى هتكون محتاجاها. وتعالوا بينا بقى السبب الثالث أقوى جدا من السببين دول، غير ما تقصدي غياب دعمك ليه، يعني الحاجة اللي بيعملها علشانك بتقللي انت منها أو ما بتقدريش، يجيب لك هدية، ايه ده؟ ايه الذوق ده؟ لا مش دي، لا كان في حاجة أغلى، لا كان في حاجة أفضل، اتحكي عليه يعني، ما تبقيش هبلة، ما تبقيش هبلة، اتحكي عليه، جابلك حاجة خلاص يكفي إن هو افتكرك وجابلك حاجة جميلة وكفاية إن أنت جبتلي وأنا مقدرة، ما يبقاش هو عمل موقف علشانك مثلا وأنت تقولي أنت عملت إيه؟ وتفتكري الوحش وتسيبوله الحلو، لا انت المفروض تعمل اكتر من كده، ما يبقاش هو مثلا بيحارب اهله علشانك وانت تقولي له لا ده انت مقصر، المفروض تعمل اكتر من كده ولازم تثبت، هو هيخش الحرب يعني هيعمل ايه يعني، لا لازم الرجل عامة والانثى دي بيشترك فيها الاتنين بقى، تحب الرجل يحب لما يعمل حاجة الانثى تحسسه عملها علشانك بهدف اسعادك بس او بهدف ارضائك، خلاص الحاجة دي اديها قيمتها، عرفيه ان انت انثى بتقدري، عشان كده هيحس ان انت هتبقي معاه في الحلوة والمرة، مش هتفتكريه في الحلوة وفي المرة هتقللي منه ومن حجم التضحيات اللي ممكن بيعملها علشانك. السبب اللي بعد كده
أقوى من كل الأسباب دي؟ تغير ظروف الرجل اللي معاك، اتغيرت ظروفه المادية، المهنية، الاجتماعية، فما هرب، يعني خاف من المسؤولية، مش هنقول هرب، خاف من المسؤولية. هو كان في البداية خلاص الدنيا تمام معاه ومستقرة، وبناء على كده قرر ان هو يكون جد معاك ويرتبط بيك. حصل شوية ضربات وتغيرت ظروفه، فخاف من المسؤولية فقرر ان هو يبتعد. في سبب كمان اقوى من كل الاسباب دي، ظهور حب قديم، ودي على فكرة بيقع فيها كتير جدا من الشباب في علاقاتهم. كان بيحب واحدة قبل كده ومعرفش ان هو يرتبط بيها لأي سبب من الاسباب. حظك الحلو ان هو مرتبط بيكي، الحب ده اتجدد، التقوا، الظروف سمحت، فخلاص على طول الحب القديم هنا في كثير من المواقف والاحيان يقول كلمته قوي ويسيطر على الرجل قوي، لانه هو قعد سنوات نفسه ان هو ينول الحب ده، بينما انت هو كده كده انت معاه وما شافش صعوبة في تواجدك او الحصول عليك. وبقول دايما الحاجة البعيدة بتبقى مرغوبة، والحاجة اللي كانت ممنوعة سنوات اكيد لما متاحة كلنا بنجري عليها الا ما رحم ربي. ظهور الحب القديم في الوقت ده بيفشكل الدنيا كلها، وممكن جدا ينهي الموضوع، وممكن كمان يبتعد دون إخبارك، لأنه مش عارف هيقولك إيه، هيقولك كنت بحب واحدة وبعد ما وعدتك ظهرت. في سبب كمان بعد الأسباب دي، لما يحس الرجل، وخلي بالك ودي ممكن تكون بتعملها وانت مش واخدة بالك، ان انت بتاخدي دوره، يعني بيبقى يتكلم، ممكن انت تيجي داخل انت في الكلام والراجل لسه بيتكلم بيقول وجهة نظره، ممكن يبقى بيتناقش في موضوع او بيقول وجهة نظره قدام حد، وتيجي انت راكبة على الكلام بتاعه وداخلة متكلمة، يحس تحسسيه ان انت عندك عدم تنازل. كمان لما يحصل اي موقف لازم علشان نتصالح انت اللي تتنازل. لو هو غلطان ماشي هو اللي يتنازل ويعتذر لي، بس في مواقف كده بنكون احنا الاتنين الغلط قد بعض، يعني انا غلطت وانت غلطت، يعني انت عصبتيني وانا قلت كلمة ما عجبتكيش او العكس. ففي ناس بقى لا اعتذر، والرجل في المجتمعات العربية الثقافة دي بتبقى صعبة شوية عليه ان هو يقعد يتذلل للمرأة، لا بيحس ان يعني لازم يكون في مراعاة شوية، ان الرجل ليه دور معين، ما ينفعش انت كأنثى تاخديه، ما ينفعش صوتك يعلى على صوته، وانا قلتها برضو كتير قبل كده وانتوا بتتناقشوا، ما ينفعش يبقى انت اللي تبدأي دايما بالكلام والكلام مع الناس، وانت اللي تتكلمي في الامور، وانت اللي تتفقي، وانت وحتى دي كمان ممكن تستفيد بها الاناث المتزوجة، دي بتحسس الرجل قد ايه من جوه هو ضعيف، ويبدأ بقى يشوف نفسه او يبدأ عايز يعوض النقص ده او الحتة دي بالزعيق، بالإهانة، بالهجر، بالتجاهل، بالبعد، ايا كان على اختلاف شخصيته. في ناس حتى في فترة الخطوبة بتعمل ده وهي مش واخدة بالها، يعني بقى بيتناقشوا في حاجة، اسكت انت وانت هتفهم زيي، لا ده انا واحنا نبهنا للحتة دي وهي مش واخدة بل، هيبقى بيتكلم والراجل لسه بيقول وجهة نظره، تيجي نطة في بقه في نص الكلام وتيجي متكلمة، لا انا كنت بقول طب اسمعي وجهة نظري الاول، طب خليكي انثى ذكية الاول. شوفي بقى، يا كل انثى حصل معاكي موقف زي ده لن تخرج الاسباب اللي ادت لكده عن الاسباب اللي احنا قلناها في حلقة النهاردة. ممكن تقعدي مع نفسك ومعرفتك بالشخص ده واللي كان بيدور بينكم تستنتجي السبب الأقرب. على فكرة ما تعذبيش نفسك بقى، ما تعذبيش نفسك، هو سبب من الست أسباب اللي احنا قلناهم في حلقة النهاردة، ما لهمش السابع ولا ليهم تامن. بذكائك ومعرفتك بالشخص ده، لأن انت أكتر واحدة عرفتي تقدري ترجحي جدا السبب اللي خلاه يبتعد، وفي النهاية أقول لك ده نصيب، يعني يمكن ده مشي عشان يجي لك واحد تاني هيحبك ويصونك أكتر منه. ما تزعليش، الدنيا عمرها ما بتقف على حد أبدا، صدقيني عمرها ما بتقف على حد، وده اللي أنا عايزك كأنثى تخليكي واعية ليه، يعني واعرفي ان يعني عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ممكن الواحد يحب حاجة
وتكون كانت هتنكد عليه حياته وتوصله لمرحلة الاكتئاب بل الانتحار كمان إنجاز التعبير. في شخص تاني مستنيكي هيقدرك ويشيلك في عينيه وتعيش معاه اللي عمرك ما كنت هتعيشيه مع الشخص الأول ده. في النهاية أنا بكون سعيد جدا وأنا بقرأ تعليقاتكم، اكتبوا لي آرائكم باستفاضة، اللي عنده اقتراح كمان لأي حلقة يا ريت كمان يكتبها. والحلقة دي كمان كانت صديقة لنا على آخر حلقة يعني اسمها إيمان على اليوتيوب كانت اقترحت، قالت عايزين حلقة بالاسم ده، وأنا حسيت كمان مع الأسئلة اللي جت آخر فترة إن هي هتكون حلقة مهمة أوي. ورجاء لو شايفين الحلقة مفيدة شيروا ودوسوا لايك عشان توصل بس لبقية أصدقائنا. وعندنا قناتين تانيين على اليوتيوب، اسأل محمد وعيلته وهاتريك كورة، اللي يحب إن هو يتابعني ويلتقي معايا أكتر من مرة في اليوم، واللي يحب إن هو يسأل أو يستفسر انستجرام أو فيسبوك كل ده هتلاقيه لو أنت على اليوتيوب في وصف الفيديو، لو أنت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيني أنا مثبت الروابط دي. اشترك وابعت لي أو اشترك وابعتي لي وأنا هرد عليك بأمر الله يعني عاجلا أم آجلا، وإلى اللقاء.